تفضل تفضل حياكم الله. تفضل اهلا وسهلا. تفضل تفضل اهلا وسهلا. تفضل يا اهلا وسهلا حياكم الله، هلا بكم. تفضل اخوي، تفضل استريح. انا اسمي عبد الكريم جبار بتال، مواليد 28/10/1986. كنت طالب مدرسة، وصلت لي حد المرحلة السادسة الإعدادي، وبطلت من صف السادسة الإعدادي لأن كانت شوية ظروف ما تسمع أكمل. والحمد لله حتى كنت شوي بالدراسة ما شاء الله أمور يعني زينة، وصلت لهاي المرحلة، بس الحمد لله والشكر على شغلة الظروف العمل كان شوي الأمور حين ما تسمح. تدرون أنتوا البطالة بالعمل، كنا نشتغل يعني همينا شلون ندخل تنكون نفسنا، لأن ذاك الدور تيجي داخل الدراسة تقول والله الدراسة ما تسوي شيء يعني. إيه كان شوي شغلنا زين يعني ذاك الدور، الحمد لله والشكر يعني. صف الثاني ابتدائي، ثالث ابتدائي اشتغل معهم حاجة، كنت صغير يعني، أو أعتقد جزء عمري 8 سنوات 9 سنوات مو أكثر يعني. توفى الوالد بال 2001 أعتقد، سنة 2001 اتوفى. واحنا ظلينا عادين كاسبين مهنته، ظلينا نشتغل، بس احنا ظروف العمل بسنه 2003 بسقوط العراق بزمن الاحتلال اتجهت اشتغل بغير شغله، فما ظل قاعد انتظر لما تجيني ترجع الامور تشتغل معامل الحجر. اقدر اشتغل تطبيق سيراميك، اقدر اشتغل تطبيق وجهيات مال حجر، بس انا المشكله هويت بهاي الشغله والحمد لله والشكر يعني. متعلم مو بس القص، قص ونقوشات وديكورات واي شيء ببالك تجيبه اشتغله عادي، ما عندي اي مشكله. والله هو يعني شيء ضحك عليه، شيء مرعب مخيف. تدري انت مكاين تجعل مناشير وما يعني خبط مي وكهرباء، بس هو الحافظ الله عز وجل. تجعل كوسر تشتغل بيت ديسك تحطه فايبر جلاس، تجي تشتغل عليه جوز طيب. ان شاء الله احنا متجهين حاليا على المعمل، وان شاء الله غادي بقوة الله فهمكم على التفاصيل اللي راح نشتغلها هناك. يا الله نتوكل على الله. عمل شاق، مو تقول يعني عمل بسيط، ولا تقول اي واحد تجيبه من الشارع يشتغل. هذا عملنا كله عمل فني، يعني شلون احنا نقول تصميم ديكور يعني، والتصميم هو صعب يعني، مو تقول انت عندك مثلا خارطه وتشتغل عليها، او عندك تصميم يجيك من مكتب وتشتغل عليه. لا، هاد ديكورات يعني احنا نبدع بيها من عندنا، يعني شغلتكم مو سلسة يعني تكون صعبة. ابو المقلع من غير يجيب لنا حجر، حجر اللي يجيبوه كليته يعني الكشف ماله تقريبا حدود 4 مترات او 5 مترات الكشف الطين، يوخرتين طين تطلع الحجر من جوا، واخوه ما يلقي فوق القاع بس يحمل ويجيب، اذا يحمل ويجيب باش ما يبيع يصرف له. بس ان شاء الله تقريبا احنا قربنا نوصل موقع العمل. هسه عين عندنا هذا الطريق، هاي سمو الشارع الحولي اللي بعد ما تنفذ من قبل مديرية بلدية محافظة الأنبار. هسه الناشد يعني المحافظة بين يبلطون هالشوارع شوي، يصير طريق أسلس
للوصول لمكان العمل، مو بس عملي، جميع المناطق العمل. بس احنا ان شاء الله وصلنا على مكان العمل. يا الله هسعدنا ما شاء الله، العمال طالعين من الصبح ما شاء الله، عمال نشطين بشغلين ما شاء الله. يا الله السلام عليكم. يا الله هسه حاليا زين بادين بالعمل ان شاء الله. هسه عندنا هذا جاي نشتغل على الماكينه، هاي يسموه الحجر المقدشم مال الحدائق مال اللاينات مال ديكور اللاينات مال الحدائق يسموه المقدشم، يشتغل هذا الديكور واللي هسه عينه يعني تقريبا الموسم ماله، لان هذا يشتغل بالمواسم. عندنا الموسم ماله يبدي من التاسع لل 12 ويبدي من الثاني تقريبا للخامس او للسادس، لان العالم تغير بالديكورات مالته مال الحدايق، وهذا اكثر استخدامه هو هذا، لان شيء يطلع شيء روعه حلو. بس هسه عنا جد قمنا نشتغل هاي الديكورات والفنيات وبعدين طورنا المكاين. كان المكاين اكبر ديسك، كان عندنا ديسك يلا يتعدى 70 سم او 60 سم، هسه الديسك الشوت دي متر ونص، نطلع بيه اطوال مترين ومترين و30 ومترين ونص، ونطلع بيه متر و80، يعني قياسات تقريبا من ال40 للمترين ونص حسب قياس الحجر اللي يجينا. هذا نطلع من عند هذا هم يريدوه هم هيك صغار، بس بينما هذيك القياسات يشتغلوها لا يشتغلون بيه الديكورات مال الوجهيات. نوعيات الحجر بها نوعيات اشكال، في حجر هسه عندنا هذا بالابيض خالص، بالحليبي، حجر حليبي، بحجر اصفر، بحجر احمر، احمر طوخ. يعني بس الحجر الاحمر العمليه النقل مالته صعبه، لان المسافه اللي نجيبه من عنده يعني مكان بعيده. يعني تدري انت هذا الحجر الاحمر هو شكل مرمري، شيء روعه، حلو. ايه بس شنو المشكله؟ الدرب ماله يوصلنا هنا حدود المليون ونص، يعني المتر اذا نريد نقصه بنبيعه مو اقل من 20,000 دينار، لان عندنا ابو المنشار اللي العامل اللي يقصه ياخذ عليه فارق بالقص، يصرف عندنا ديسكات متعب بالقص، يعني شغلات امور كثير، امور عمل بها. ليش نقول لك نجهز على طلب الزبون؟ وكل زبون يجي نشتغل له مثل ما يريد، وعندنا الزبائن موجودين. اي نعم، عندنا من داخل هيت ومن خارج هيت، عندنا من حديثه وعندنا ومن الرمادي ومن بغداد، ومشتغلين بجميع المحافظات. بس يعني المعمل انا مشغل تقريبا بالعشر عمال، 10 عوائل مشتغله عليه. بس ان شاء الله من ضمن البرنامج افرفركم ان شاء الله على تفاصيل العمل
والعمال اللي مشتغلين وياه تشوف الكادر مال العمل من غير عندي عمال اثنين ثلاثة عنده هاي الماكينة تقريبا عندي عليها واقف هذاك هو واقف لان عندهم دوام راح مخطية على المدارس ومشتغلين يعني نوبات يجون يساعدوني ورا الظهر بالعمل وهسه يعني حاليا طفت الكهرباء راح نتجه ان شاء الله نشغل المولد للعمال. هسه حاليا راح تشغل المولد ان شاء الله واعرفكم على تفاصيل العمل ان شاء الله بالكامل. عندي هسه هذا المولد 200 كيفي يعني قاعد يصرف عندي بالساعه يصرف عندي 20 لتر. ال 20 لتر يعني الحكومه ما تصرف لنا غاز. الغاز جاي نشتري غاز تجاري. لو بعد يصير احتكار على الغاز نشتري البرميل الغاز ب 130 و 140 الف يعني البرميل انا بالاسبوع اعتز مثلا اربع براميل تاخذ الاربع براميل هم تشيك انت الاربع براميل مو قليله يعني هم من على 125 500 الف دينار زائدا اسبوعيات عمال زائدا دهن زائدا يعني انت زائدا حجر بالاسبوع مرات تحط لك يعني مو اقل من خلينا نقول مليونين ونص هسه حاليا ان شاء الله راح نشغل مولد يا الله ان شاء الله توكلنا على الله عز وجل ان شاء الله هسه حاليا مستنطي عازل العمال لان عندنا مكاين ضخمه ما نقدر نشغل يعني نشغل الكبير على حد الصغير هسه عندنا شغل هناك تعال المولد شلون راح يصير ثنبي لان حمل عليه هسه المعمل الثاني ان شاء الله راح اشغله هسه جاي ترسب موتور الماء ان شاء الله هذا المعمل الثاني ان شاء الله راح نشغله يا الله هسه جاي ترسب موتور الماء عندنا هذا القواطع عندنا هذه القاطعة الكبيرة القرص ماله متر ونص عندنا هذه القاطعة الصغيرة عندنا يجينا الحجر على هذا الشكل يجينا أشكال مو منتظمة احنا عاد نفصله مثل ما نريد هذا الحجر الأحمر الحجر الأحمر اللي سولفت لك عليه تلاقي عليه حجارة حمراء طوخ يعني قدرة ربانية وموجودة اكو حجاره نوعيه حجر اسود بس هذا الحجر الاسود يكون حجر حيل قوي ما ينقص بالمنشار وهاي الحجاره من عندنا نموذج لحق عليها هسه اتمنى اطش لك عليها مي وتشوفها يعني حجاره سوداء طوخ يعني عندنا هذا الحجر الاطارات مال كوبلينوت هذا قبغات 25 سنتيم عندنا هذا الحجر هذا حجر 7 سنتيم يستخدم بحجر بالتطعيم هذا الحجر يستخدم بالتطعيم يجي حجر مدور للتطعيم السيراميك تطعيم المرمر ويا الحجر السوري نجي عندنا هذا الحجر البشتاية هاي الحجر البشتاية هم بها الوان عندنا هاي صفرة حق هاي زنجارية عندنا هاي صفرة عندنا هاي بيضة عندنا هاي حجارة حليبية هاي حجارة حليبية يعني شوف أشكاله حيل حلوة وألوانه تقريبا شيء مقارب ومناسق عندنا هم قياسات فيه عندنا يجي عرض 10 سنتيم عندنا هذا العشرة سنتيم يستخدم بالمادة يعني بمكان القرض هسه حاليا جاي استخدموه
زين عندنا هذا حلق السبع، هذا همين، هذا نطلع منه، هذا هم نفس الشيء، هذا ينحط على الستارة على هذا الشكل، الستارة مال السيه مال الستار مال الحائط، ينحط على الحائط، ينحط على هذا الشكل وينحط فوقه كوبلن، هم يطلع شيء راقي حيل حلو مثل ما شفته ببيتنا ان شاء الله. سعد انت شفت التصوير ببيتنا ان شاء الله، وعندنا نستخدم بيهم هذا الشكل، هم نطلع منه هاي نقشات، هاي طبقات مال دنق وهمية، هذا ها مال دنق وهمية هم تنحط على هذا الشكل، دنقة وهمية على عرض 15 في 15، والقبغ ينحط له من فوق عم يطلع شيء راقي. من ضمن الحجر نستخدم هذا، هاي ديكورات نطلعة، هذا هم من ضمن الحجر، هذا يعتبر يعني هم نستخدم شكلين بالواجهية، بعضها يستخدمونه بردات ينحط على هذا الشكل من جوا على حد الطارمة من جوا، بعضها يستخدمونه سكرين هذا الشكل، هذا بعد مو كامل، هذا بعد وراء تشطيب بالكوسترة وبعد وراء جلي، هذا خلصت من عنده مرحلتين على هاي النقاشة. هسه هاي جاي قص قياس 20 سنتيم مال اطارات مال كوبلن، تصعد الحجاره من هنا تشرح على هذا الشكل، هسه هاي تشريح 20 سنتيم، هسه هاي الحجاره بعد النوب راح يرد النوب يصعد التشريح الثانيه يبلش يشرح بيها على هذا الشكل، بعدين تتقطع على هاي الماكينه، من هاي الماكينه تطلع بالعرباين برا، هذا اللي نستخدمه كوبلن واللي نستخدمه حجر تغليف واللي نستخدمه حجر ديكورات. هسه عندنا هناك جاي نستخدمه مال الزهره، اذا تحب اشوف لك اياه، خلينا نتمشى نشوفه، يعني شيء راقي وحلو يعني همينه. هاي نستخدم بالازاره، يعني عندنا ينحط عندنا الكيكر من جوا، كيكر المرمر فوقه كوبلن، ونستخدم هاي النقشه فوقه وبيناتها سيراميك 10 سنتيمات او مرمر. عندنا هاي يعني هم نستخدم من عنده، هاي تستخدم بالإزارة، هذا هم شيء جديد وحلو، يعني العالم اتجهت عليه تقريبا، كل ابداعي هذا كله انا من عندي، اجي نوبات يعني بالبيت اقعد تعبان شوي او ضايج شوي، اجي اصفن هاي حجره كذا هيك تصير، اجي هنا اجي اول شيء انفذها على حجره متلوفه، وبعدين اذا تنفذ صحيح انفذها عادين على حجر واعرضها عادين على الزبون. الشباب ما شاء الله سعين هالوقت، يعني ما حد داير بال، كلته متكل على ابهاته ومتكل على يعني على قوت اليوم اللي يجيهم شيء بسيط، بس لا انصحهم بان يشتغلون، يعني الشغل والله العظيم اولا نشاط للجسم، اثنين يعني تنسى شغلات امور كثيره، يعني انت تفكر تعيش عائلتك، انت باكر لا تصدق ابوك متكل عليك او اهل انت متكل على ابوك او متكل على اهلك، او انت تفكر نفسك يعني ما حد يهمك، ما يظل ابوك وامك انت متكل عليهم، لا انت المفروض يعني ماكو، المفروض الكل تشتغل. ابسط شيء هذا الاولاد على الكوستره، اول ما جبته على هاي الماكينه، خليته يشتغل يوم يومين، ثاني شيء خليته يقلب على ايدي، يعني خليته يمارس على المهنه، الزم الكوستره اظل اعلم به، يعني تدري انت حدود 3 اشهر الله قدر يتعلم وشوي يلزم الكوسره ما اقل، هسه الحمد لله والشكر فضل من الله صار ابو مصنع اتكل عليه بالعمل، هسه انا بوت باي وقت اخابره اقول له عم اطلع اشتغل لي هالشيء يطلع يشتغل، بس هي عملنا صعب ان شاء الله. احنا ان شاء الله هسه بعد ساعات القليله ان شاء الله نتوجه للبيت، ما ظل شيء قليل يعني راح ننزل للبيت ان شاء الله، والعمل ما شاء الله مستمر مالنا والحمد لله والشكر. We'll be right back.
حسين الحمد لله سعينا حلينا من العمل، كان الوقت شوي متأخر بالليل، لا تدري احنا نطلع شوي بوقت الصباح، وهسعينا ان شاء الله حلينا بوقت متأخر. حسين تفضلوا ويانا نعرفكم على التفاصيل باقية ايامي. تفضلوا تفضلوا حياكم الله. تفضلوا تفضلوا يلا تفضل تفضل. يا الله انا سعينا ان شاء الله سعينا نزلت من العمل شوي تعبان، تدرون تفاصيل العمل، شفت هناك ان شاء الله العمل كان شوي عمل شاق، كان عمل متعب حيل، وسعينا ان شاء الله رحت اسبح ان شاء الله واطلع ان شاء الله اكمل تفاصيل حياتي ان شاء الله وياكم. محمد وليد الموبايل شحن، هاك حط له على الشحن، حط له على الشحن وطلع على السرير. انت بعد ما انتهينا من العمل وكان العمل شاق وكان تراب، وشفتوا انت الوضعيه هناك، يعني وضعيه حيل، يعني كان حيل تعب، وهسع ان شاء الله نزلت بيتنا غسلت وبدلت وارتاحيت، ودائما من انزل بيتنا الاقي ابن اخوي دائما ينتظرني، ها هو ساكن طبعا قريب عننا بس دائما الاقي ببيتنا هنا، ها ينتظرني يحبني حيل متعلق بي حيل، ولهذه الدرجه يعني كل ما اجي لبيتنا ادق الباب هو يطلع لي، يعني كل ما يدق الباب يحاسب عمه يجي يعني ويطلع هو.